أعزائي المشاهدين، أم المصايب. مواطن قاعد يصيد في الأماكن المسموح فيها، في طراد يقط بشابك ويخالف القانون، صوره قال له ما يصير. فأني من هذا المنطلب أطالب الهيئة العامة للبيئة، أطالب إدارة الثروة والرقابة السمكية، يعني بمزيد من الرقابة، مع أن يعني القانون موجود وتغليظ العقوبة موجود، بس مطلوب مزيد من الرقابة، دور كبير مع حفر السواحل على أساس اللي يخالف القانون يتم تطبيق القانون عليه بالكامل. ما نبي نشوف كراف، ما نبي نشوف تلوث، ما نبي نشوف مخالفات. شوفوا التقرير. هذا شوف قاعد يقط مشمك، هذا قاعد يقط مشمك. حرك مد ايدك، بس مد ايدك وشوف، تعال. هذا قاعد يقط مشمك، وهذا رقم الطراد، وهذا شغله. وانا بشوف منو اللي ما يخالف. انا صورتك الحين. صورتك انا. روح. ما يخالف. انا الحين قاعد اصورك. ايش حق خايف انت الحين؟ وانت مو مخالف، ليش خايف؟ ما يخالف تشهير. روح اشتك. روح. أتمنى من الجماعة في الثروة السمكية، البيئة، خفر السواحل، أي واحد يخالف القانون، كراف، مشابك، يطبقون القانون عليه، أساس نحافظ على ثروتنا البيئية. رسالة وصلت، أتمنى من أقل.